السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ كيف الصحة؟ هيا مرحبا مرة تانية بتعليم لغة سويدية، دورة تعليم لغة سويدية مكثفة على اليوتيوب والفيسبوك كالعادة. دورة تعليم لغة سويدية مكثفة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب القناة الخاصة يا كان سفينسكا. اليوم نكمل بالسلسلة التعليمية كلمة وجملة مع راتب، اللي رح ناخد كل يوم 10 كلمات مهمة في 10 جمل. اليوم بيكون هلا الحلقة الرابعة من هي السلسلة. أول كلمة رح نتعلمها هي الانتقالز. انتقالز معناتها على الإطلاق أو بنوب، باللهجة بنقول بنوب. ناخذ مثال: ياغ ار انتقالز تروت. ياغ ار انتقالز تروت، أنا لست متعب على الإطلاق. هاي هي يعني الاثنيناتهم سوا على الإطلاق، أنا لست متعب على الإطلاق. Jag är inte alls hungrig. Jag är inte alls hungrig. أنا لست جائع على الإطلاق. أنا لست جائع على الإطلاق. نأخذ كلمة تانية: فورشيكتيكت، هي معناتها بحذر، بحرص. فينا نقول شور فورشيكتيكت، معناتها إنه قد بحذر، يعني إنه يسوق السيارة بحذر، يعني يقود بحذر. او تقول له فار فورشيكتيكت، يعني انه كون منتبه، يعني انه كن حذرا، خليك حريص. هيك ناخذ كلمه ثالثه: ساكته. ساكته معناتها على مهل او بشويش، كمان فينا نقول. ناخذ مثال: مين مورمور شور ساكته. مين مورمور شور ساكته، يعني انه جدتي تقود على مهل، بشويش على مهل، يعني انه تقود السياره. يعني لونج سامت معناتها ببطء، لونج سامت ببطء. مان بور ايتا لونج سامت، مان بور ايتا لونج سامت، على المرء ان ياكل ببطء. ينبغي على المرء ان ياكل ببطء، يجب على المرء ان ياكل ببطء، شويش يعني. ناتوليك تفيس معناتها بالطبع او بطبيعه الحال. لما بتيجي باخر الجمله على كل الاحوال يعني بيكون معناتها بطبيعه الحال. ناخذ مثال: ياغ فشتور ناتورليك تفيس ألت فات دو سير. أنا أفهم بالطبع كل ما تقول. ياغ فشتور ناتورليك تفيس ألت فات دو سير، أنا أفهم بالطبع كل ما تقوله. ناخذ كلمة جديدة: نوغ معناتها على الأرجح أو على الأغلب، غالبا كمان. دبلير نوغ فاكرت فيدر إيمرون، دبلير نوغ فاكرت فيدر إيمرون، إنه على الأرجح سيصبح طقس جميلا غدا. دات بليرنوغ فاكرت فيدر إي مورون، إنه على الأرجح سيصبح طقس جميل، يعني إنه بكرة حيكون طقس حلو، يعني الجو حلو بكرة على الأغلب. ناخذ كلمة جديدة: فاركليجن. فاركليجن معناتها حقا أو فعلا. فاركليجن، ناخذ مثال مثلا: أرديت فاركليجن سانت أدو إنت إتر فيسك. أرديت verkligen sant att du inte äter fisk، هل ذلك حقا صحيحا انك لا تاكل السمك؟ sant صحيحا يعني، sanningen يعني الحقيقه الصحه. är det verkligen sant att du inte äter fisk، هل ذلك حقا صحيحا انك لا تاكل السمك؟ ناخذ كلمه جديده: الهور، مش هتكون كلمه يعني، بس انه مصطلح مستخدم بالشارع. الهور معناتها ولا كيف. إلر معناتها أو، هور معناتها كيف، يعني تجي معناها ولا كيف. سكادوتيل ستوكهولم إلر هور، سكادوتيل ستوكهولم إلر هور، هل ستذهب إلى ستوكهولم ولا شو ولا كيف. سكادوتيل ستوكهولم إلر هور، هل ستذهب إلى ستوكهولم ولا شو. ديفيت ياغ إنت، ديفيت ياغ، ديفيت ياغ إنت، لا أعلم ذلك، ما بعرف، يعني إنه أنا ما بعرف. ياغ إنت det vet jag inte. Jag har inte bestämt mig. لم أقرر. Jag har inte bestämt mig. لسه ما قررت. لم أقرر. det vet jag inte. لا أعلم ذلك. Jag har inte bestämt mig. لم أقرر بعد. eller hur. för mycket. för mycket معناتها كثيرا جدا أو زيادة عن اللزوم. för mycket. ناخذ مثال: han röker för mycket. هالروكر فورميكيت، هو يدخن كثيرا جدا.
هان روكر فور مكت، هو يدخن كثيرا جدا. تمام. فور ليتي، فور ليتي معناتها قليلا جدا او اقل من اللازم. ناخذ مثال ياغ سوفر فور ليتي، ياغ سوفر فور ليتي، انا انام قليلا جدا، يعني انه انا بنام قليل كثير، يعني اقل من اللازم اني انام، اني لازم انام فيه يعني 8 ساعات. لا تنسونا مصالح الدعاء، شكرا لكم جميعا، لا تنسوا تزورونا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، يا كان سفنسكا يلا كومنتير ديلا لايك كومنت شير للغير بالخير. كان معكم راتب تاك هادي برام بسطو، مع السلامة.